حصل يا فندم عبد الرحمن شاب مؤهل متوسط خلص دراسته اتجه انه يشتغل وشغله كان بيتناسب ان يوم عمل ويوم راحه فابتدى يقضي وقت فراغه في اليوم الراحه في حاجه تنفعه حب يلعب حديد وكونغ فو فاتجه لصاله من الصالات الخاصه اللي بتدرب الكلام ده لعب تقريبا 4-5 شهور والكابتن قال له انت هتخش بطوله كونغ فو. انا انشغلت في شغلي وفوجئت بعدها بثلاث ايام ان في اتصال تليفوني جالي الساعه حوالي 1:30 كده او 1:15 عبد الرحمن وقع من اخويا عبد الرحمن وقع على ظهره مش بيتحرك فطلعت هو فين الكابتن فين الكابتن لقيت الكابتن جوه بيستكمل البطوله وعنده لاعب مصاب اصابه شديده عماره تاني كده مدروم بتنزل 4-5 درجات او 3-4 درجات مش متذكر كام بالظبط وبتدخل بقى بتقسيم العماره نفسها حضرتك احنا عارفين كده ان تابيل المصارعه ولا الكونغ فو ولا الكلام ده 8 في 8 اللي عرفته بقى من اخويا بعد كده ان ولد شاله على كتفه طبعا بقى رجليه مدلدله من هنا ورقبته مدلدله من هنا وانت عنده طبعا هو ده ما عندوش لوم لهو هو بيحاول يساعد وهو بيحاول يساعد وانت شلته المكان وبتستكمل بطولتك عقبال ما ابوه يروح يجيب الاسعاف يعني البطوله ما كانش فيها مختصين ولا مسعفين ولا تخضع للرقابه الحاله في بدايتها كل الدكاتره اجمعوا ان ده كسر في الفقرات العنقيه ادى لشلل الرباعي يا بعد العمليه يحدث تحسن بعد فتره طويله او لا يحدث فانت عارف بقى حضرتك لما يكون عندك شاب 19 سنه بتقول يا رب يعجز ويبقى قدامي بدل ما يموت صحيح. اتجهنا حضرتك للعلاج الدكاتره اتصلوا بينا حوالي الساعه 12 بالليل بي انا شخصيا 12 بالليل وقالوا عبد الرحمن ان شاء الله هيعمل عمليه بكره الساعه 9 الصبح فقمنا بدري رحنا المستشفى عشان نحضر عمليه عبد الرحمن اللي هيعملها فوجئنا ان عبد الرحمن الوظائف الحيويه بتاعته قلت قلب من 40-60 التنفس غير طبيعي نسبه الاكسجين يعني غير مؤهل او غير جاهز انه يعمل عمليه جراحيه عمليه فقالوا احنا ما نقدرش نخاطر بعبد الرحمن وندخله عمليه وقعدنا ثالث يوم وقعدنا رابع يوم وبعد كده اتعمل له عمليه شق حنجري لان كان حصل ضمور في الرئه فتعمل له عمليه شق حنجري عشان ندخل له الهواء الرئه وابتدينا بقى من الفترة دي واحنا عمالين ننزل لحد ما اصطفاه الله وتوفاه لرحمته.